انت مش متواجد هنا مع اسرتك زي ما كنت بتكلمنا تحت الهواء او في الفاصل، انت لوحدك هنا موجود في مصر وعندك 3 اخوات هناك في زامبيا، مش كده؟ نعم نعم أنا عائلتي ليست هنا، يعني نحن وإن كنا انفصلنا عن بعض بالمسافات إلا أننا دائما في روح واحدة. طبيعي طبيعي، وخاصة أنه بيكلمني كمان أخوه عنده 13 سنة وبيلعب كرة، يعني ان شاء الله خلال 5 6 سنين نشوفه كمان في النادي الاهلي ان شاء الله. طيب، على مستوى الطموحات مع النادي الاهلي، انت عارف النادي الاهلي داخل على بطولات كتيره ان شاء الله، منها السوبر الافريقي، السوبر المصري، وكاس العالم للانديه. شايف وجودك ان شاء الله ازاي واستعداداتك ازاي حتى لبطوله كبيره زي كاس العالم للانديه؟ إنه أمر طبعا يتوقف على الإداريين إن كان عليهم اختياري من عدمه للانضمام إلى الفريق الأساسي في هذه المباريات الكبرى، وأنا عامة على كافة الاستعداد ومتأكد أننا يمكننا أن نقدم شيئا جميل سويا وأن نحمل إلى محبي الأهلي نتائج جيدة إن شاء الله.